جائحة كورونا فرضت منطقها على الجميع وغيرت معها حياة المواطنين بالكامل، خاصة مع التطورات التي تطرأ على مواقيت الحجر المنزلي مع غلق شبه كلي لمحلات تجارية قد يحتاجها المواطن الجزائري في أي ظرف كان. فكيف يتعايش الجزائريون مع إجراءات الغلق المبكر؟ هو موضوعنا لعدد جديد من برنامج الراصد، تابعوا معنا. انا يا راني نعيط بار تيليفون ولا باسكو كاين دي كافيتيريا اللي راهم يخدموا كما نقولوا يبلعوا، وحنايا نعيطوا لهم يرسلوا لنا لي كوموند ا دوميسيل. فوالا هادي مام لي فاست فود، مام كما قلنا القهاوي، سينو ابار سا ما عندناش واش نسحقوا مور ثلاثه. احنا لي جان هذا هما الصوالح اللي نسحقهم، ماكله ولا قهوه ولا سينو حاجه واحده اخرى رانا نكومونديوهم بار تيليفون، وراهي تلحقنا لا كوموند حتى للدار وفوالا. انا والله ما لقيت من ناكل، نكذب عليك، ماشي بلا موفيز افير لما يديروا فيها هادي تاع نغلقوا على ثلاثه، يغلقوا كاع بس كاين حوالي ديجا. شوفي هادو اللي يبيعوا لي فاتمون محلولين، شغل ما كاش كيفاش، شغل ها الغاشي كاين لهنايا وزعما في لي فاست فود ما كاش. راهم اللي يديرونا لا ليفغيزون دوميسيل، كاين لي موايان رانا نعيطوا، كاين دي بيتزيريا دي ريستو نعيطوا لهم يبعثوا لنا الماكله دوميسيل، دوكا راهم يبعثوا لنا بلي سكوتور و صافا الحمد لله والفنا، اون كومونس ا سابيتوي. ان شاء الله ربي ينحي علينا هذا الوباء ان شاء الله. من داك نشوف زعما نون دروا وين يفتحوا زعما باغ اكزومبل ان بومبا ايسونس تخدم يكون فيها زعما بلاصه يبيعوا فيها، نروح نشري منها ما قلي باسكو هذاك ما يغلقش. ولا الشريه زعما اون جينيرال لي كورس نديرهم زعما اون فوا بار سيمان ولا هذيك من الاخر، مي بور الحاجه لي ليرجونس ليرجونس صح رانا نحصلوا فيه، صح رانا نحصلوا فيه. المرض هذا راهو مرض يعني منتشر عبر انحاء العالم كامل بما فيها دول سواء فقيره وغنيه ومتقدمه ومتاخره، وجميع الدول من بينها الجزائر واخذين الاحتياط تاعنا، لكن هناك ملاحظه بسيطه فقط. طبعا بطبيعه الحال لازم ناخذ الاحتياطات، يعني ارتداء كمامه، التباعد كذا وكذا، لكن كاين يعني كاين امور يعني شويه ضرت، يعني ضرت بالمواطن، ضرت بالاقتصاد الوطني، باش نديروا يعني غلق على الساعه الثالثه. انا نشوف فيه ما يعني يضر بالمواطن في جميع الاشياء، يعني في الريدو سر بالك، تحب تاكل تحب قهوه كذا، روح للبوتيك. الناس لا غالب باي تخدم، كورونا الحاله كونفيرمو منه، ثلاثه تشوفي كلش مغلوق، بصح تعرف دقدق له يسر بالك عادي. الناس تخدم ما تقدرش تحانه واحد، وكان جيت ماشي خدام ولا كذا ندير هاد العفسه نبيع اونور كذا، كاين الناس لا غالب ما كاش منه. بصح انا حب ناكل دوك سندويش، راح نطقطق بيتزيريا نروح لهم متاقمل هيك، هو يعطي لك سندويش قهوه دقدق له يروح لهم متاقمل لك يعطي لك قهوه. محلات يفتحوا كاين ديزاكتيفيتي يخدموا، ديزاكتيفيتي ما يخدموش، يعني دو بريفيرونس لو كان صح يدير لو كونفينمون، مي لو كونفينمون يعني افيك دي كيما يقولوا دي كونديسيون. وشنو هما؟ حنا نديرو مثال زعما الدول في الخارج يقول لك زعما ان كونفينمون واحد يقدر يخرج يديبلاسي وعنده الوقت تاعو المحدد اللي يروح فيه ويولي فيه، ميم لو بيريمتر زعما باغ اكزومبل عنده 1 كيلومتر ما يجوش عليها، فوق ال 1 كيلومتر ما عندوش الدروا يديباسيه. ولي زاكتيفيتي مليح ولا ماهوش مليح، مي اون ديسيزيون كي تندار على جال المصلحه العامه يقول لك الكونفينمون بالك لا بيريود هذاك يكون فيه ازدحام ولا حاجه، كي نقصوا منها سا بو رابورتي كيك شوز، مي واحد توجور لازم يخلي شويه من حقه دون دي سيتياسيون باراي، واحد يخلي بزاف تاع الحجر الصحي. جو كوا بلي راهي اجراءات ضروريه يعني، والناس معظم الناس اللي انضرت من الحجر الصحي هي الناس اللي تعمل، سورتو كي يعودوا الاثنين الزوج والزوجه في زوج يعملوا. دونك كاين شويه صعوبات لاقتناء الحاجيات تاع الحياه اليوميه. مثلا واحد مسافر مثلا يكون بعيد مثلا خاصه في العواصم وفي المدن وكذا، مثلا يغلق المطعم يغلق الساعه الثالثه، كيفاش يكون الحل؟ في كالمسافر كاين عده امور، كاين المرضى لازمهم ياكلوا.
فري كو سي با فاسيل بالنسبه للناس باسكو كاين بزاف ناس يخدموا يخرجوا تاغ يخرجوا باغ اكزومبل على 17 دونك اللي يحب يشري حاجه ولا اللي يحب ميم نسخاسكو بوغ الي بروندر ان كافي ولا الي او ريستوران ما كاش كيفاش يدير باسكو كامل يغلقوا انا بيرسونيلمون جو بونس بلي سي با اون كيسيون دور ميم سي يحبوا يغلقوا المحلات بصح يغلقوها على ثلاثه سا شونج با غران شوز باسكو ليسونسييل سي انه يطبقوا الاجراءات الوقائيه باسكو تغلقها على ثلاثه وهما توت لا جورني ماهمش محترمين الاجراءات دونك سي جو باغي او ميم عندنا كيما نقولوا دي زوغير عندنا سوايع نخدموهم عندنا دي جور وين ما نخدموش دونك سي با فريمون ان غران بروبليم بور موا مي سي ان بروبليم بور لي جون كي ترافاي لي جور دو سيمين وما يخدموش لو ويكاند ويخرجوا لوغ وين الحوانات ديجا مغلوقين دونك الفو دبر راسو كيفاه مام كاينه حاجه وحده اخرى تانيك مام لي كوميرسون واش ولاو يديروا كاين امور ما ولاوش يخدموهم وعلاش يقول لك الكونفينمون انا السلعه تاعي ما خلاص نغلق على ثلاثه ما تساعدنيش نقعد زعما نجيب سلعه اللي كيما موالف تخدم لي كاع لا جورني تغلق لي على ثلاثه انا ما نقدرش نجيبها يولي المونك تاع السلعه هذيك ما كاش ويولوا وان شاء الله ربي يجيب الخير.